ما الذي تخبرنا به ابتسامتك عن شخصيتك؟ للابتسامة قوة كبيرة، كيف لا، وهي تتيح للآخرين معرفة ما إذا كنت تقضي وقتاً ممتعاً أم لا، ولكن فائدتها لا تقتصر على التعبير عن مشاعرنا وحالتنا المزاجية. تروي ابتسامتك قصة كاملة عن شخصيتك وحالتك الصحية وأكثر من ذلك بكثير. لا تنسى النقر على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات للانضمام إلينا على الجانب المشرق من الحياة. ما هو نوع ابتسامتك؟ ترتبط الأنواع المختلفة للابتسامة ببعض السمات الشخصية المحددة. شاهد ما إذا كان أي من الأمور التالية ينطبق عليك. عادة ما ينظر للابتسامة المتسمة بفجوات بين الأسنان على أنها علامة على الحسية، خاصة إن كانت الفجوة بين الأسنان الأمامية. فوفقا لمؤسس عيادات أكتشولايز لطب الأسنان جاستين كوزيه، ارتبطت الفجوة الأمامية بطبيعة الإنسان العاطفية منذ العصور الوسطى، كما أنها مرتبطة أيضا بالجمال والخصوبة في بلدان مثل نيجيريا وناميبيا وغانا، وهناك أناس مستعدون للقيام بإجراءات طبية لتحقيقها. عادة ما تشير الأنياب البارزة إلى السيادة والثقة الزائدة بالنفس، فإذا كنت ممن يظهرون أنيابهم عند التبسم، قد تكون هذه إشارة على سيادة حقيقية وليست مدركة. تقول الطبيبة النفسية هيلين ماكارثي: إنه كلما أظهرت أنيابا أكثر بدأت مهيمنا أكثر. ابتسامتك غائرة. إذا كان خط اللثة الموجود فوق الأسنان العلوية مرئيا في كل مرة تضحك بها، وهذا يجعلك تبدو بمظهر طفولي ولطيف، مما ينتج عنه كسب ثقة الناس على الفور. تعتبر ابتسامة الأسنان المتقاربة الابتسامة المثلى. يولد البعض بهذه الابتسامة بينما يقوم البعض الآخر بإجراءات طبية لتحقيقها، وهي تعني ببساطة أن جميع أسنانك مستقيمة وملامسة لبعضها البعض. عادة ما يرتبط هذا النوع من الابتسامة بالنجاح والكمال. ما الذي تفصح به ابتسامتك عنك عموماً؟ يمكن لابتسامتك أيضاً أن تقدم بعض السمات الأخرى لشخصيتك وحالتك الصحية وحتى مدى نجاحك في حياتك العاطفية. هل أنت حنون وغير متحفظ أم هادئ ومتحفظ؟ يبتسم الأشخاص المنفتحون ابتسامة عريضة، بينما يفضل الخجولون إخفاء ابتسامتهم وراء شفاههم المغلقة. فإذا كنت ترغب بأن تترك انطباعا بأنك شخص غير متحفظ، جرب الابتسامة الكبيرة، فهي ستظهر بأنك شخص مستعد للانفتاح. ما مدى النجاح الذي ستحققه في علاقاتك؟ أظهرت دراسة نشرت العام 2009 في مجلة الدوافع والعواطف صلة بين الطريقة التي يبتسم بها الأشخاص في شبابهم وحالاتهم الاجتماعية في وقت لاحق. فقد وجد الباحثون انخفاضاً لمعدلات الطلاق بين أولئك الذين ابتسموا أكثر في حياتهم الجامعية. أما بالنسبة للأشخاص الكتومين، فقد وجدت الدراسة انتهاء زواج 25% منهم بالطلاق. ما مدى سلامة حالتك الصحية؟ غالباً ما تعني الابتسامة الصحية امتلاك جسم سليم والعكس صحيح. فإذا كنت تعاني من مشاكل في اللثة، فمن المحتمل أن تكون عرضة لمخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب والكلى. على الأقل هذا ما أظهرته دراسة أجريت العام 2009 نشرت في مجلة أمراض النساء والتوليد. فقد ترجع هذه العلاقة إلى أثر التهاب اللثة الذي قد يحدثه على مستويات الالتهابات. هل تعاني من ارتفاع مستويات القلق؟ إذا وجدت نفسك مصاباً بحالة من القلق، فقد يصبح من الصعب عليك التواصل مع الآخرين، وما بالك حينئذ بالقدرة على إظهار ابتسامة طبيعية. وللأسف قد يجعل هذا الناس ينظرون إليك على أنك متحفظ وثقتك بنفسك مهزوزة. وعلى الجانب الآخر، يواجه أصحاب الابتسامات العريضة مشاكل أقل عند الشعور بالقلق وعدم الأمان. ما مدى ثقتك بنفسك؟ يمكن أن تساعد ابتسامتك بأن تبدو شخصاً محترفاً وواثقاً من نفسه. فعلى سبيل المثال، ينظر للشخص ذي الابتسامة العريضة والحماسية على أنه شخص مرن ويعتمد عليه ويمكن الوثوق به، كما يعتقد الناس في جميع أنحاء العالم بأن أشخاصاً كهؤلاء يملكون القدرة على التعامل مع المشاكل والتحديات أفضل من أولئك المنغلقين والذين لا يبتسمون بالقدر نفسه. ما مدى سعادتك؟ قام الطبيب بول إيكمان، وهو عالم نفس رياضي، بإجراء دراسة تتعلق بتعبيرات الوجه والانفعالات العاطفية. ف
فأجرى تجربة تعلم من خلالها تنظيم عضلات وجهه في تعبيرات معينة، ووجد أنه بكل مرة فعل بها ذلك شعر بكل إحساس كان يحاول تقليده. فعلى سبيل المثال، شعر بالسعادة عندما ابتسم ابتسامة عريضة. شجعته نتائج هذه الدراسة على إجراء دراسة أخرى، وهذه المرة درس مع فريق بحثه المسح الدماغي لطلاب جامعيين. وقد توصل الباحثون إلى أنه بغض النظر عما إذا كانت ابتسامة الشخص عفوية أم متعمدة، كان نشاط الدماغ متطابقا إلى حد كبير. وهذا يعني أن هؤلاء الأشخاص قد شعروا بسعادة أكبر عندما كانوا مجبرين على التبسم. كيف يمكن لابتسامتك أن تساعدك؟ توحي ابتسامة الثقة عندما يتعلق الأمر بالحياة المهنية بامتلاكك للمهارات القيادية وللقدرات المهنية، كما ستظهر أيضاً على أنك شخص يتمتع بالمعرفة والذكاء والقدرة على حل المشاكل ومواجهة التحديات. وعلاوة على ذلك، سيصدق الناس بأنك شخص صادق وجدير بالثقة وبالإمكان الاعتماد عليه. أما على الصعيد الشخصي، فتشير الابتسامة العارضة إلى أنك شخص ودود ومستعد لتقبل الآخرين، وستظهر أيضا سعادتك ورضاك عن نفسك وحياتك. والفائدة الأخرى للابتسامة العريضة هي جعلها للأشخاص أكثر جاذبية. ممارسة أنواع مختلفة من الابتسامات. يمكنك أن تقوم بما فعله الطبيب إيكمان وتدريب عضلات وجهك للشعور بأحاسيس محددة. ابتسامة الجزاء. إذا أردت إظهار سعادتك لعمل أحدهم أو لإنجاز قد حققه شخص ما، فيمكن التدرب على ابتسامة الجزاء. عليك فقط رفع شفتيك للأعلى للكشف عن أسنانك، ارفع حاجبيك قليلا وحاول التبسم بحيث يظهر القليل من التجاعيد حول عينيك. ابتسامة التودد. ستساعدك هذه الابتسامة على التواصل مع الأشخاص الذين يستحوذون على إعجابك أو ممن ترغب بالتعرف عليهم أكثر. اضغط بشفتيك على بعضهما البعض وابتسم. يمكنك أيضا محاولة إظهار الغمازات بالقرب من زوايا الفم. ابتسامة السيطرة. يمكن لابتسامة السيطرة مساعدتك لإظهار ثقة بالنفس عندما تكون بحاجة لجعل الآخرين يفهمون أنك مدرك لما تقوله أو تفعله. أبقي شفتيك مضمومتين، ولكن ارفع ابتسامتك من زاوية واحدة، ولكن احرص على ألا تظهر التجاعيد حول العين التي في تلك الزاوية. أدر رأسك قليلا إلى الجانب والأعلى للكشف عن الجانب المبتسم لوجهك. كيف يمكنك أن تجعل ابتسامتك أكثر جاذبية؟ أشرك عينيك. يكمن الفرق بين الابتسامة الزائفة والحقيقية في العينين، لذا إن لم تصل الابتسامة إلى عينيك وتخلق تلك التجاعيد الصغيرة من حولها، فلن يبدو وكأنك تشعر حقا بالمشاعر التي تحاول إظهارها. العناية بأسنانك. يمكن للأسنان المصفرة والعوجاء أن تمنحك مظهرا غير جذاب، ويتوقف ذلك على الثقافة. بالطبع ليس من الضروري أن تكون أسنانك مثالية، ولكنها إذا كانت مصدر قلق بالنسبة لك فبإمكانك دائما محاولة تبييضها أو تصحيحها، وإن لم تواجه أي مشكلة فذلك رائع. على الرغم من ذلك، لا يزال عليك تنظيفها بالفرشاة والمعجون والخيط مرتين يوميا. الاهتمام باللثة. إذا كانت لثتك متورمة أو حساسة، فقد يكون ذلك ناجما عن البكتيريا المشكلة للطبقة الجيرية على الأسنان، وهذا ما يعرف باسم التهاب اللثة. وعادة ما يصاحب هذه الحالة رائحة نفس كريهة قد تسبب لك مشاكل في حياتك الشخصية والمهنية، إضافة إلى أنه سيتحول إلى مشكلة صحية خطيرة إذا ترك من دون علاج. لذا إن كنت تعاني من تورم أو حساسية أو نزيف في اللثة، فحدد موعدا لزيارة طبيب الأسنان بأسرع وقت ممكن. راقب نظامك الغذائي وتخلص من العادات السيئة. يؤثر الطعام الذي تتناوله على حالة أسنانك. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي النظام الغذائي مرتفع السكريات إلى تسوس الأسنان، وينطبق الأمر ذاته على التدخين وشرب الكثير من القهوة. فإذا كنت ترغب بابتسامة جذابة وصحية ولامعة، حاول الحد من هذه الأمور المؤذية. هل تعرفت إلى ابتسامتك من بين ما ذكرناه اليوم؟ أخبرنا بذلك في التعليقات أدناه، وتذكر الضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والنقر على اشتراك لتنضم إلينا في الجانب المشرق للحياة. إلى اللقاء.